موقع سراي الرميثة القديم، وهو موقع متميز يقع في وسط الرميثة وعلى النهر، نهر الرميثة. موقع جميل وموقع يحتضن الكثير من الفعاليات والنشاطات الفنية والثقافية والدينية، وبالتالي تطوير هذا الموقع هو يقع على عاتق الإدارة بالأساس، ولكن بالتنسيق والتناغم مع الجهات المانحة والجهات المتبنية لهذا الموقع لحساسية هذا الموقع، وهو ليس بناء عادي ولا يمكن أن يكون كمشروع عادي، وبالتالي يجب أن يكون ضمن مواصفات وضمن تبني معين وضمن إدارة وإشراف جهة مختصة، لأن هذا البناء من الأبنية التراثية، وأي إخلال بالبناء أو هدم البناء أو ترميمه بطريقة تسيء إلى وجوده التاريخي سنخسر هذا الوجود التاريخي لهذا المبنى وما يمثله لأبناء الرميثة. هذا المركز ياريت أنه يتحول إلى متحف أو مكان ثقافي أو مركز للفعاليات اللي تخص المدينة وتخص الشمال يعني بشكل عام، بالخصوص مدينة الرميثة. نشوف هنا لابد انه تكون مكان للصور قادة او مثلا متحف اثري او مكان يعني اثري، بالخصوص هو مكان يعني لابد انه نستغله فعاليات المدينة، لابد انه نستغله المهرجانات، الاحتفاليات تكون تخص يعني احتفاليات وطنية او غيرها من هالامور. للاثار اللي متواجدة بقضاء الرميثة او على عموم محافظة المثنى، نناشد الجهات المختصة والمعنية بالحفاظ على هذا التراث، لأنه يمثل تراث المحافظة وعمق المحافظة وتاريخها القديم اللي متواصل متوارث من أجدادنا وآبائنا وإنا ولأولادنا. فنناشد الجهات المختصة أنه تحافظ على هذا التراث، لأنه هذا يمثل هوية المحافظة أو القضاء.